احنا هنا في غرفة سيطرة وتحكم. أيوة. على مترو الخط الثالث. صباح الخير. احنا مش هنعطلكم مش هنشغلكم خالص. عشان تكملوا شغلكم. اتفضل. ده المترو ولا ال ار تي؟ لا ده المترو. المترو. المترو ده الوقت اللي بيجي حاليا من الكتكات لحد عدل منصور. المترو ده ان شاء الله باذن الله زي ما حضرتك هتشوف فوق اللي هيوصل بعد كده من الكتكات ايضا الى فرعتين، فرع راحة في اتجاه رود الفرج اللي هتتفتح قريب وهنقول لحضرتك عليها دلوقتي لما يطلع فوق، وفرع تاني راحة في اتجاه الجنوب، راحة في اتجاه جامعة القاهرة والجيزة. كويس. انا هسيبك تكمل. ممكن تشرح لنا في دقائق سريعة اللي قدامنا، الشاشة اللي قدامنا دي حضرتك، دي شاشة تحكم في جميع كاميرات المحطة. بقدر اشوف من خلالها كل غرفة في المحطة وكل مكان بيمر بيه الراكب. عشان نقدر نخلي فيه امان الراكب طول فترات الرحلة. كويس. على مدار الساعة؟ على مدار 23 ساعة او 22 ساعة طول اليوم. شغل قد ايه ورديتك؟ حضرتك انا ورديتي الشيفت بتاعي 8 ساعات. مرتبات كويسة عندكم ولا ضعيفة؟ لا مرتبات جميلة. لا جميلة بمعنى ايه؟ مش عشان سيادة الفريق موجود. قول لي. لا طبعا مرتبات ما شاء الله حلوة هنا. كويس. تمام الحمد لله. شغل بقالك قد ايه هنا؟ انا هنا بقالي انا اي سي ام شركة مصرية ومعار لشركة ار اي تي بي. اتدربت فين؟ اتدربت في الشركة المصرية واتدربت مع شركة ار اي تي بي الفرنسية. الشركة المصرية دي اللي هي الشركة المصرية لإدارة تشغيل المترو اللي هي المملوكة لوزارة النقل اللي كانت بتدير الخط الثالث ده قبل تسليمه لشركة ار اي تي بي اللي هو بقول لحضرتك عليها. نعم. شركة ار اي تي بي شركة فرنسوية ادناها الإدارة والتشغيل للخط الثالث مع الشركة المصرية بتاعتنا اللي استمرت في تشغيل الخط الأول والثاني، لأن طبعًا شبكة المترو بتوسع. بقى عندنا دلوقتي ثلاث خطوط شغالين وفي والرابع شغالين والرابع شغال تنفيذ على الأرض بشركات مصرية، والسادس شغال تصميمات وجلسات وتحديد مسار. فكل ما الشبكة هتوسع لازم هندخل شركات أخرى. يعني إحنا دلوقتي الشركة المصرية دي بنأهلها دلوقتي بشراكة مع شركة أخرى ان هي تبدا تخش تاخد الخط الرابع وهكذا، فهتزيد الشركات. السلام عليكم يا رجاله، متشكرين. طبعا دي غرفه سيطره وتحكم وتامين للمحطه هنا. كويس. ولكن في مع الورشه احتمال بس ما نقدرش نخشها النهارده عشان الوقت بتاعنا. نعم. في ورشه وفي مركز سيطره وتحكم شايف كل محطات المترو. من اول الكتكات لحد هنا، ولما تخلص هيبقى موجود زي ما قلت لحضرتك من نهايه الخط لما لحد